أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ولادة النور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحفيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. مناسبات عظيمة نستذكر فيها هذه الشخصيات العظيمة، ونستعيد تاريخا كبيرا من العطاء والجهاد والبذل وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، أود أن أشير إلى أمر أجد من المناسب الانتباه إليه. الاحتفال بذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو احتفال بكل الأئمة الأطهار، تخليد ذكرى النبي الأكرم هو تخليد لكل الأئمة الأطهار عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكننا في زمن نحتاج أن نقف عند كل شخصية من شخصيات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونعرف هذه الشخصية لأبنائنا، لشبابنا، لهذا الجيل، بأن يقف عند خصائصها ومميزاتها ومناقبها وعلمها وأخلاقها وعطائها. لذلك أجد من المناسب أن تخصص ليلة للوقوف على شخصية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قد تأخذنا هذه المناسبة مناسبة النبي للحديث عن شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لا يتسع الوقت أو المجال لذكر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك من المناسب قبل ليلة من مولد النبي، بعد ليلة من مولد النبي، أن تخصص هذه الليلة خصيصا لذكرى ولادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه رئيس وعمود ومن ننتسب إليه ونسمى باسمه، وهو المذهب الجعفري نسبة إلى جعفر بن محمد الصادق. فحتى نعطي مساحة كبيرة لشخصية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فمن المناسب أن نفرد ليلة خاصة بذكرى ولادته. البارحة الحمد لله احتفلتم، احتفل المأتم وكل المناطق احتفلت بذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كم حصت الإمام الصادق في ذكرى مولده كان؟
قد لا يكون من الوافر الكبير. الحمد لله الآن كم ليلة تحيي المرخ هذه المناسبة البارحة والليلة، كأن بعقرية الإعلان ليلة غد سيكون، والظهر كان على الإمام الصادق. الحمد لله رب العالمين. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تكون حاضرة في مؤسساتنا وفي واقعنا، أن يفرد لشخصية الإمام الصادق ليلة ليتحدث عن شخصيته ومقامه وخصائصه. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل فرد منا يبحث له عن قدوة يقتدي بها، وتنطبع وتتشكل شخصية هذا الفرد على نمط من يقتدي به. فإن كان يقتدي بالصالحين كان منهم، وإن كان يقتدي بالفاسدين تطبع من أطباعهم. هكذا المقتدي تنطبع شخصيته بالمقتدى به. لذلك القرآن الكريم يعطينا هذا النموذج: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة هي القدوة، المثل الأعلى الذي تقتدي به وتسير على نهجه وتحتذي حذوه، تقتدي بأقواله وتقتدي بأفعاله. لا يمكن أن أفهم القدوة في نحو دون آخر، بأن آخذ من أقواله ولا ألتزم بأفعاله، فذلك ليس قدوة. القدوة الحقيقية هي التي تتجسد في سلوكي وفي حركتي في كل الأبعاد وعلى مختلف المسارات. لذلك هناك نموذجين يسيران معنا: القدوة الصالحة والقدوة الفاسدة. فبأيهما نأخذ تتشكل هذه الشخصية. إن أخذنا بالقدوة الصالحة في مجتمعاتنا، سارت هذه المجتمعات متمثلة بالقدوة الصالحة، وإن أخذت بالصورة الفاسدة نهجت هذا النهج. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج الأرقى في البشرية، هو النموذج الأكمل في البشرية، في صفاته وكمالاته الفكرية والروحية والأخلاقية والسلوكية والرسالية والجهادية. فلا نشرق هنا ولا نغرب هنا لنبحث لنا عن شخصيات
بعيدة كل البعد عن ديننا وعن إسلامنا، لنجعلها هي القدوة لنا. لذلك اليوم شريحة كبيرة من أبنائنا وشبابنا يبحثون لهم عن نماذج بعيدة كل البعد عن هويتها الدينية والإيمانية. كيف يكون ذلك؟ يتمثله في شكله، في زيه، في تسريحته، في لباسه، وهو يحمل صبغة دينية إسلامية تنتمي لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك من أبسط الأمور التي قد يعمل عليها لترويجها ويتمظهر هذا الشخص بها هي من خلال اللباس. ألبستنا اليوم، ألبست أولادنا، شبابنا، ما تعطي هذه الصيغة، ما تعطي هذه اللمسة التي تنتمي لمدرسة أهل البيت. لا أعمم، ولكن أقول أن هناك شريحة من أبنائنا من خلال ألبستها تكتشف بأن ذلك لا ينتمي بهذا المظهر، بهذا المظهر لمدرسة أهل البيت. بتسريحته لا ينتمي بهذا المظهر لمدرسة أهل البيت. بتصرفاته لا يظهر بهذا المظهر أنه ينتمي لمدرسة أهل البيت. ولذلك يسوق إلينا بعض الأحيان بعض التعبيرات من خلال وسائل الإعلام، يسوق إلينا وإلى أبنائنا وإلى شبابنا بعض التعبيرات، تجد هذه التعبيرات ملازمة لهم ودائمة التكرار على ألسنتهم في واقعنا، وهي بعيدة كل البعد عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هكذا هو التأثير، بمقدار ما نملك من وعي ومن رشد نقترب لمن نقتدي به، وبمقدار ما يتدنى هذا الوعي بلا شك سوف يخترق هذا الجيل وهذا النشء، لتقدم إليه شخصيات بعيدة كل البعد عن مذهبه وعن دينه وعن إسلامه. لذلك أيها الأحبة، الحديث حول هذه الشخصيات ليس حديثا ترفيا وليس حديثا استهلاكيا، وإنما هو التأصيل لهذه الشخصيات في واقعنا اليوم، وعلى أن نربط هذا الجيل بهذا الوعي وبهذا النهج وبهذا السلوك وبهذه الخلق العظيمة التي أبرزتها هذه الشخصيات، وحيث وصفها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في شخصية النبي الأكرم: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن ينتمي للرسول الأكرم لا بد أن يتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. شبابنا، أبنائنا، لن تساءلون غدا عن لاعب، ولن تساءلون عن ممثل، ستساءلون عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم شفعاؤكم يوم القيامة. فلا بد أن نتحصل المعرفة التامة عن من نقتدي بهم. اليوم شبابنا، وجزء مما ذكر الأستاذ خليل هذا الأمر، شبابنا الشوف حافظ إلى سيرة لاعب ويعرف بالصورة الدقيقة كم مباراة لعب،
كم هدف سجل، كم من دار حصل، وعند معلومات جدا دقيقة. تسأل عن شخصية من شخصيات أهل البيت، يتلكأ ولا يجيبك إلا عن مقدار يسير جدا لا يتجاوز 1%، لا يتجاوز 1%. وذلك له أسبابه: الابتعاد عن منابع الوعي، الابتعاد عن هذه المرافد الدينية والإيمانية هي التي سببت هذا الضمور وهذا الإضمحلال في الوعي وفي الفكر. هكذا أيها الأحبة، بمقدار ما نقترب من هذه الشخصيات، من معرفتها، من أخلاقها، فنحن نرتقي بمستوى معرفتنا وبمستوى أخلاقنا. هكذا، يعني إنسان ينجذب لشخصية يعمل جاهدا على أن تنطبع هذه الشخصية على ماذا؟ على سلوكه، صح؟ يعني اليوم هذا الشاب اللي ينجذب إلى هذا اللاعب، يشوفه، يركز كل حركات وسكنات هذا اللاعب، وتنطبع شخصية هذا اللاعب وين؟ في شخصيته. لذلك بمقدار ما نتعرف على مقامات وخصائص أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بمقدار ما نقترب منهم. أيها الأحبة، هناك مكونات أساسية تمثل الاقتداء الحقيقي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل البيت. هذه المكونات أساسية وضرورية في الاقتداء، فلو افتقدنا هذه المكونات أصبح هذا الاقتداء هشاً وصورياً سرعان ما يتلاشى، وتأخذك الأمواج هنا وهناك. المكون الأول والأساس هو المكون العقائدي، حتى تنطبع شخصية الاقتداء على شخصيتي لابد أن أتحصل على هذا المخزون العقائدي الكبير لمن أقتدي به. لا أباينه عقائديا، لا أخالفه عقائديا، فبمقدار ما أمتلك من رصانة عقائدية فقد تحقق مستوى من مستويات الاقتداء. وإلا لو كان هناك خلل عقائدي لا يمكن أن أقول أنا أقتدي بالنبي الأكرم، هناك خلل عقائدي، هذا الخلل يباين عقيدة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. المكون الثاني من مكونات الاقتداء هو المكون الروحي والعبادي، بمقدار ما تتكامل روحيا وعباديا بمقدار ما تقترب من دائرة الاقتداء. وكلما تأخرنا روحيا وعباديا تضعضع هذا الاقتداء. نجد ما يمتلكه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من بعد روحي ونحاول أن نقترب، من بعد عبادي ونحاول أن نقترب منه. فبلا شك نحن نتمثل لما قاله شخص النبي الأكرم
صلى الله عليه وآله وسلم. المكون الثالث هو المكون السلوكي والأخلاقي، وكما قلنا أن القرآن الكريم قد وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. بهذه الأخلاق انفتحت هذه الأمة على شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت قاسيا غليظا في المعاملة، جافا في المعاملة، لما وجدت أحدا يتبعك ويلتزم برسالتك. لذلك قوام الدين هو الأخلاق، فمتى ما ارتقيت بمستوى خلقك اقتربت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. المكون الرابع هو المكون الرسالي. كم تعطي من وقتك لله؟ كم تعطي من إمكانيتك لله؟ كم تعطي من جهدك لله سبحانه وتعالى؟ كما كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك في هذه الأمة، وهو الذي جعل على هذه الأمة رحمة وبركة: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ ما قال لعالمك، ما قال للعالم، للعالمين، من آدم إلى ظهور القائم من آل محمد. فهكذا نتمثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فكرا، سلوكا، نهجا، خلقا، التزاما، رسالية في واقعنا، باعتباره النموذج الأكمل والأرقى الذي يجب أن نقتدي به في كل مفاصل حياتنا. أيها الأحبة، وهنا أقف مع بعض ظواهر يجب أن تعالج في واقعنا اليوم. رسالة هذه المناسبات أن تعالج هذا الواقع الذي نعيشه، واقعا اجتماعيا، واقعا فكريا، واقعا سلوكيا، واقعا أخلاقيا. لا بد أن تجد صدى، أو نجد صدى هذه المناسبات ينعكس على واقعنا اليوم. وإذا عشنا هذه المناسبات حالة تقليدية من غير أن تجد صداها في واقعنا وفي مجتمعاتنا، سوف تتحول هذه المناسبات إلى حالة شكلية سرعان ما تذهب في طي النسيان، ولن تجد لها أثرا على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا وعلى واقعنا. مطلوب من خطابنا اليوم، خطاب منبر، خطاب رادود، خطاب شاعر، خطاب منشد، خطاب أي خطيب، لابد أن يلامس هذا الواقع، وأن يعالج ما يكون في هذا الواقع. هذه رسالة هذه المناسبات، هذه الاحتفالات، هذه مناسبة رسالتها.
كم من تحديات عقائدية، تيارات منحرفة اليوم تتحرك وسط أبنائنا وشبابنا، كم من سلوكيات منحرفة بدأت تتوغل في واقعنا. فإذا لم نعالج ذلك فالأمر سوف يتفاقم ولن نستطيع أن نمسك الزمام. أيها الأحبة، أي تصدعات اجتماعية ستنعكس سلبا على مؤسساتنا الدينية والخيرية والثقافية؟ هذا التصدع له ارتدادات سلبية على واقعنا اليوم، فلا بد أن نردم أي هوة وأي تصدع في واقعنا لكي نحافظ على هذا النسيج الاجتماعي ولا يكون هناك ردات فعل سلبية معاكسة ستأتي سلبا على حضور المسجد وعلى حضور المأتم وعلى حضور المؤسسة الخيرية وعلى حضور والتفاعل مع المؤسسات الأخرى في المنطقة، وأي منطقة، لا أقصد منطقة محددة. فلا بد أن نعتلي وأن نترقى عما فيه حسابات الأنا وتغليب المصلحة العامة لأبناء المنطقة قبل تغليب المصلحة الشخصية. فأي تصدع يكون في أي موقع من المواقع سيترك سلبيات كبيرة على حضور وجمهور هذه المؤسسة. لذلك علينا أيها الأحبة من خلال مناسبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون في هذه البوتقة الواحدة وتحت هذه المظلة الواحدة ونعمل سويا فيما نشترك فيه ونتحاور فيما نختلف فيه لنصل إلى هذه المشتركات التي يمكن أن أقف وتقف معي عليها لكي نردم هذه الهوة ونرتقي بمستوى عملنا في هذه المؤسسات. النقطة الثانية أيها الأحبة، هناك ما يبعث على القلق في هذا الواقع. ظهرت بعض الظواهر المقلقة في بعض المناطق والقرى من وجود فتيات أجنبيات عاملات بألبسة فاضحة وغير مراعية للتقاليد والعادات في هذه المناطق وهذه القرى، تعيش بيننا في بعض أماكن السكن وتظهر بصورة رديئة، وبلا شك أن الشيطان يتربص بأبنائنا وبشبابنا، وهذا أمر بمقدار ما يكون فيه من ربح مادي لأصحابها هذه الأماكن بمقدار ما يكون له انعكاس سلبي على مستوى الدين على مستوى الأخلاق لأبناء مناطقنا وقرانا. ولذلك ينبغي تحصين أبنائنا وشبابنا من كل هذه المستنقعات ومن كل هذه المطبات التي تترصد إليهم في كل الأماكن، ويجب تحصينهم عن هذا الاختراقات. لذلك ينبغي أن نبث هذا الوعي
إلى كل أحبتنا ورجال مناطقنا بأن لا تنظر إلى الربح المادي بقدر ما تنظر إلى ما يكون من حالة من حشمة وعفاف وطهر والتزام بالتقاليد والعادات لهذه المناطق وهذه القرى. لا يستساوي حقنة من المال عندما يسقط ابني أو ابن جاري أو أبناء منطقتي في هذه الرذائل وفي هذا الوحل. فينبغي أن نملك هذا الوعي، ولا بد من عملية توعية كذلك للأجنبيات وللأجانب، مو فقط أجنبيات. مرة نشوف بعض الأجانب ألبستهم غير لائقة وفيها الخج لتقاليدنا ولتعاليمنا، لابد من كتابة بعض العبارات على الأقل يحترمني. أنت بتسكن في هالمنطقة، ولكن راع هذه التقاليد، هذه الأعراف، يكون تلبس تحتشم بشيء فيه من الالتزام بهذه القيم. لا يترك الأمر على عواطينه. وأخيرا أيها الأحبة، وتعليقا على ما تفضل به الأستاذ في الجانب التعليمي، المسؤولية مشتركة بين كل العاملين وكل الآباء وكل هذه المؤسسات الخيرية والدينية والثقافية والاجتماعية أن تنهض بهذا الواقع التعليمي، وأن تتضافر الجهود بين هذه المؤسسات لتدفع بالواقع التعليمي الديني للأمام. ليس مبررا لنا اليوم هذا التقاعس، وأن نجد أبناءنا في ضياع وفي ابتعاد عن هذه الدروس ونحن نقف مكتوف الأيدي. ليس مبرر لأي أحد منا اليوم. قد نقترح بعض وسائل وبعض آليات لتطوير هذا التعليم، وهذا مطلوب منا باعتبار أن ابني جزء من هذه المراحل التعليمية، ومطلوب منك أن تسدد، أن توجه، أن ترشد هذا الواقع التعليمي، ولا ضير في ذلك. ولا يمكن لأي فرد منا أن يتعالى على أي مقترح. ما في فرد في مؤسساتنا اليوم وضع نفسه في هذا الموضع يتعالى على أي مقترح أو أي انتقاد يوجه إليه، دام هو يصب في مصب البناء للهدم، يصب في مصب البناء للهدم. اليوم الحمد لله مستوى الابتدائي شوف أعداد جدا كبيرة، مستوى الإعدادي تقل شوية الأعداد، مستوى الثانوي تكون بعد يمكن حتى على أصابع اليد، ما يمكن نعدهم. مستوى الجامعي يغيب عن هذه المشاريع التعليمية. وهنا أطرح هذا الأمر، علينا أن نعيد الآليات التي نتعامل وندير بها الواقع التعليمي في كل المراحل. آلية التعامل مع أبناء الابتدائي تختلف عن آلية التعامل مع أبناء الإعداد، وهكذا آلية التعامل وإدارة التعامل مع أبناء الثانوي تختلف تماما عن ما أتعامل به في آلية وإدارة الواقع الابتدائي. هناك بعض النماذج المقاربة إلينا في بعض المناطق والقرى، لا ضير في
الاستفادة منها، نماذج حققت نجاحا في ذلك. وأطرح هنا هذا النموذج بالنسبة لما يتعلق بالجامع والثانوي الذي نجد فيه انحسارا كبيرا تحت مبررات قد تكون مقبولة بعض الأحيان وقد تكون غير واقعية، غير واقعية. لا أقول اسم. لو خصصنا يوما في الأسبوع، يوم السبت مثلا من الساعة 8:30 إلى 11، كم ساعة؟ ثلاث ساعات تتخللها بعض الاستراحات، وأن يكون هناك تنسيق مع الحوزة العلمية في أي موقع، حوزة من المشايخ من علمائنا، أنه يوم السبت يوم واحد نحتاج إلى هذا العنوان أن يطرح إلى هذه الفئة، عنوان فقهي، عنوان أخلاقي، عنوان عقائدي، يخصص كل أسبوع من أسابيع من هذا في بعد العقائدي أو الفقهي أو الجسم. فاستطعت أن أتحصل على عدد لا بأس به، لا يكون مضغوطا في كل أوقات الليالي، وإنما متوفر في يوم واحد وفي ساعات ممتدة، ومع التنسيق مع الحوزات العلمية قد يتحقق لذلك الغرض. لذلك أقترح على الإخوة في الإدارة أن تدرس هذا النمط، ونجد هل لا زال العدد في انحسار أم في تجاوب في الحضور، وذلك كل الأمر بالتنسيق بالتعاون مع أبناء ورجالات المنطقة وبالتواصل مع الحوزات العلمية لتوفير بعض الأساتذة الذين يستطيعون أن يتحاكون ويتعاملون مع هذه المرحلة التعليمية. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.